الجسم، أعراض وأمراض. اسأل طبيبك. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن التشخيص الباكر لسرطان المبيض مع ضيفنا الدكتور مهند دياب، استشاري الأورام بمستشفين MC في أبو ظبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور مهند، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. سرطان المبيض هو المسبب الخامس للوفيات من أنواع السرطانات طبعا إن أهمل، ودائما نقول إن أهمل لأنه معظم الأورام، معظم الأمراض يمكن الوقاية منها، يمكن تدبيرها، يمكن السيطرة عليها، لكن من خلال التدخل الباكر وأيضا التشخيص الباكر. ودائما نذكر بأهمية الوقاية. دكتور، سرطان المبيض، ما هي عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بسرطان المبيض؟ تفضل. طبعا نحن هون بداية، سرطان المبيض يعتبر من الأنواع اللي نعتبرها نحن صامتة جدا. عادة الأعراض تظهر لما بيكون المرض متقدم، لكن إذا نحن فينا نحكي على كيفية الوقاية، كان السؤال كيفية الوقاية من هذا السرطان. عادة لما الست بتكون عند طبيبتها النسائية وبتعمل ألتراساوند أو إيكو، ويشتبه بوجود أي كتلة على المبيض، من الأفضل أنه المريضة ما تهملها أطلاقا. هذا طبعا لما نحن بنكون النقطة الأساسية عندنا، أنه لما نحن نقدر نكتشف أي كتلة حتى لو كانت سرطانية بالمبيض بشكل مبكر، هذا بيزيد احتمالات العلاج الاستشفائي بالكامل. نعم. الأخبار الجيدة فينا نقول لمرضى من هذا النوع أنه حتى لو كان سرطان المبيض متقدم إلى حد ما، ممكن بالعلاج الكيماوي أنه يتراجع وتحصل على علاج استشفائي رغم أنه السرطان متقدم. نعم. طيب دكتور مهند، يعني لو نوضح، من يعني مو كل السيدات أكيد تصاب بهذا السرطان، يعني وأيضا ليس كل السيدات التي تصاب بهذا السرطان يؤدي بها هذا السرطان إلى الوفاة. عوامل الخطر ما هي؟ من تصاب بهذا السرطان؟ طبعا كل ست هي معرضة، كل ست معرضة لهذا النوع من الأورام، لكن نحن منخص بالذكر هون الستات أو السيدات اللي عندهم عوامل خطورة اللي هي بالعائلة. خلنا نقول القصة العائلية، إذا بالعائلة تماما. عدة حالات بالعائلة ممكن أنه تكون هذا ريسك، ترفع الريسك أكثر، أو المخاطر ترفع المخاطر أكثر لتطوير سرطان المبيض. نعم، فإذا القصة العائلية، لكن هل هناك أيضا عوامل أخرى؟ هل هناك مثلا اضطرابات هرمونية؟ هل هناك أدوية؟ نمط الحياة؟ التدخين؟ يعني كل هذه. نعم. طبعا كل العوامل اللي نحن بنحكي عليها هي عوامل خطر، يعني التدخين هو أحد عوامل الخطر، ما فينا نقول هو المسبب المباشر، ولكن هو عامل من العوامل اللي تضاف للموضوع. من المهم كثير نحكي بنقطة كثير مهمة حاليا. نحن لما بيكون في عنا عدة حالات بالعائلة، على الأغلب سرطان المبيض اللي بيجي بيكون في عنا ست عدة حالات موجودة بالعائلة سابقا. اليوم نحن كنا نحكي عن التاريخ الطبي لكل مريض أو نسأله عن التاريخ الطبي، لكن نحن اليوم بال2017 صار بإمكاننا نعرف المستقبل الطبي للمريض. نعم. يعني نحن في عنا جينيتك تيست أو تحاليل جينية، نحن فينا نعرف مين الست اللي حتصاب بهذا النوع من الأورام، وممكن أنه بهالحالة أنه نوقيها وتأخذ علاج وقائي حيث أنه ما يصيب هذا المرض بإذن الله. نعم، وطبعا هذا الاختبار إلى مدى، يعني إلى أي مدى دقيق هو، ويعطينا صورة أو خريطة خلينا نقول يعني للحالة الصحية لأي شخص؟
والله هو هذا التحليل دقيق إلى حد بعيد، إلى حد كبير. عادة هذا عبارة عن تحليل دم الست بناخده نحن تحليل الدم وبنبعث الدم للمختبر، وخلال 14 ل 21 يوم بتطلع النتيجة إنه هذه السيدة هل في عندها طفرة وراثية موجودة بالجينات أو لا. طبعا أحد من أشهر اللي عملوا هذا التست هي أنجلينا جولي مثلا الممثلة. نعم. وجد أنه في عندها طفرة وراثية. طبعا في حال وجود طفرة وراثية موجودة بالجينات اللي نحن بنسميها BRCA1 وBRCA2، في حال وجود هذه الطفرة الوراثية هذا بيعني أنه احتمال كثير كبير أنه الست يصير عندها سرطان المبيض أو الثدي. فبهالحالة نحن ممكن أنه نوقيهم تماما، إما بالطريقة اللي عملتها الممثلة أنجلينا جولي، هي اللي ساوته أنه أزالت الثديين وأزالت المبيضين. نعم. فبهالحالة هي وقت حالة تماما. أو البديل هو نعمل متابعة لصيقة، متابعة جدا دقيقة فينا نقول بشكل منتظم، مرة واحدة كل سنة. طيب يعني أعتقد هذا الاختبار هو مكلف دكتور؟ والله هو تكلفته تقريبا هلأ حاليا عم يصل لحوالي 7000 درهم. يعني مو كل شخص قادر انه طبعا يدفع هذه 7000 درهم لحتى يعني، فطبعا هو يعني شيء جيد، ولكن ليس بمقدور كل شخص ان يدفع هذا المبلغ فقط ليعرف ماذا سيحصل معه مستقبلا مننا، رغم انه طبعا اهميه هذا الشيء، لكن الشيء الاقل كلفه والاقل كلفه والزهيد الكلفه هي المراجعه الدوريه، وايضا مثل ما يعني عنوان فقرتنا اعراض وامراض، ألا نهمل أي عرض. يعني مثلا قد يعاني شخص أو تعاني سيدة من آلام في أسفل الظهر، قد تعاني من اضطرابات هضمية، قد تعاني من مشاكل أخرى، فألا نعزي هذا أو يعني نعتبر أن هذا الألم هو لسبب جهد، لسبب طبيعة العمل. لا، نراجع الطبيب حتى نعرف السبب، لأنه السرطان المبيض مثل ما ذكرت في بدايته دكتور قد يكون غير عرضي، وأيضا الأعراض التي تظهر فيما بعد هي عامة. نحكي عن الأعراض دكتور، المظاهر السريرية. صحيح تماما، هلأ كلامك سليم تماما. بالنسبة للأعراض هي الألم بأسفل الظهر، ممكن كمان يعطي أعراض هضمية بشكل كبير، يعني ممكن أن الست تروح على طبيب هضمية لأنها عم بتعاني من أعراض هضمية. ممكن يكون اختلال بالدورة الشهرية، آلام بالبطن كمان ممكن هذا يكون. الفكرة اللي أنا لازم أحكي فيها أنه فعلا نحن اليوم وضعنا أفضل بكثير، يعني الستات ولله الحمد صاروا واعيين بشكل جيد جدا لهذه الأمراض، وصاروا فعلا يتابعوا حالتهم الصحية أحسن بكثير من قبل. بالسابق كان في تجاهل للأمر، حاليا نحن عم نشوف وعي أفضل بكثير، طبعا أكيد بسبب التوعية اللي عم بتصير عن طريق الإعلام، ودوركم كمان كبير بالموضوع. نحن وجدنا أنه في الأمور عم تتحسن بصراحة. طيب أيضا نذكر بأن هذا السرطان أو هذا النوع من السرطان في أي عمر تقريبا يظهر دكتور عادة؟ عادة نحن عم نحكي بالعقد الرابع والخامس. نعم، يعني وطبعا لذلك نركز دائما على أهمية الزيارة، دائما نقول هناك زيارة يجب أن تكون في حالة الصحة قبل المرض، في حالة الصحة قبل المرض، سواء كنا نتكلم عن الذكر أو حتى عن الأنثى، لفقط تقييم الحالة الصحية وإجراء بعض الفحوص الضرورية والتي تكون يعني تعطينا يعني مؤشر إذا كان هناك مشاكل معينة أو حتى قصة عائلية للإصابة ببعض الأمراض المزمنة، سواء كانت أمراض السرطان أو القلب أو غيرها. طبعا موضوعنا حتى ما نوسع موضوعنا عن سرطان المبيض مع ضيفنا الدكتور مهند دياب استشاري الأورام بمستشفى MC في أبوظبي. السلام عليكم دكتور مهند. وعليكم السلام.
نعم، ذكرنا بعض عوامل الخطر، وطبعا لن ننسى زيادة الوزن، البدانة، لن ننسى أيضا بعض الأدوية الهرمونية، لن ننسى أيضا بعض الأمراض النسائية. ولذلك نركز دائما على أهمية زيارة الطبيب الدورية، على عدم أهمال أي عرض. وذكرنا عرض من الأعراض الشائعة الذي يعاني منه عدد لا بأس به من أفراد المجتمع، اللي هو ألم الظهر أو ألم أسفل الظهر. فحتى السرطان الثدي في بعض الأحيان قد يتظاهر بآلام يعني في الجهاز الحركي، بمعنى في الفقرات أو في الكتف أو في الذراع، فيجب على كل سيدة ألا تهمل هذه الأعراض وأن تراجع الطبيب مباشرة. فكيف يمكن يعني أن يكون هناك تشخيص باكر لسرطان المبيض، ومن ثم ننتقل دكتور لنتحدث عن طرق العلاج حتى ما يؤدي لا سمح الله إلى الوفاة؟ تماما، كتشخيص باكر خلنا نقول إذا نحن هون عم نحاول نوصف الموضوع مثل سرطانات الثدي والعنق الرحم والكولون أو البروستيت، فخلنا نقول كوسيلة للتشخيص المبكر بشكل دوري هو غير موجود حتى هذه اللحظة. لكن نحن اللي بنطلبه من الستات كلياتهم أنه العين لما بيفكروا، لما بيشوفوا في أنه أي عرض أو أي أثر، خلنا نقول إشارة من إشارات الغير طبيعية بالجسم، مباشرة أنه يطلعوا لعند الطبيب. الحمد لله الوعي صار أفضل بكثير طبعا بفضل الإعلام وفضلكم كمان، هذا تحسن كثير. فنحن حاليا الكشف المبكر بيتم هو عن طريق لما الست هي عندها أكثر من شخص بالعائلة مصاب بالأورام، فمن الأفضل أنه دائما هي تشيك بشكل مسبق قبل ما يكون يستفحل المرض ويكون متقدم أكثر. نعم. طيب، هذا المرض مثل بقية الأورام يمر بمراحل، وكيف يتم التدخل العلاجي؟ هل التدخل العلاجي فقط هو جراحي، أشعة، كيميائي، أم كل هذه أنواع العلاج مع بعضها البعض؟ تماما، بداية نحن لما بيكون في عنا شك بأي كتلة موجودة بالبطن، من المهم جدا في حال الكتلة غير منتشرة، ما في عنا انتشارات موجودة بالجسم، من المهم جدا الست تروح على مستشفى يكون فيها خدمات طب الأورام. لما بيكون بالمستشفى في خدمة طب الأورام، علم الأورام هذا بحد ذاته، طبعا هي بتضمن بهذه الطريقة أنه العمل الجراحي والتشخيص والإجراءات التشخيصية كلها حتكون انعملت بأعلى مستوى لها إن شاء الله. بداية نحن لما بيكون في عنا خلنا نقول كتلة بالبطن ونحن بنعمل الأشعة المقطعية، بنشوف أنه ما في عنا انتقالات بعيدة بالجسم. فالإجراء الأول طبعا هو العمل الجراحي. نعم. الخزعة هون ما إلها دور إطلاقا، الخزعة ما لازم تنعمل في حال ما في عنا انتقالات بعيدة بالجسم، يجب أنه ما نعمل أي خزعة لأنه هذا ممكن يزيد الريسك على حدوث انتقالات لا سمح الله. فالعمل الجراحي بالدرجة الأولى. نعم. بعد العمل الجراحي بعض السيدات ممكن يحتاجوا كيماوي لتقليل أي خطر وجود خلية واحدة مختبئة في مكان ما، فممكن أنه تنعطى الكيماوي. في ستات كتير ما بيحتاجوا إطلاقا أي علاج بعد العمل الجراحي إذا كان الورم ببدايته بمراحل بدائية جدا. في حال كان الورم منتقل وموجود بأكثر من مكان بالجسم، طبعا البداية هي بتكون بخزعة للتأكد، وممكن تنعطى جرعات كيماوية بداية لتحسين الأداء الجراحي. ممكن نصل لعلاج استشفائي حتى لو كان المرض متقدم إلى حد ما. نعم. طيب، بعد العلاج هل هناك نصائح، هل هناك إرشادات أيضا، هل هناك ضرورة لمتابعة دكتور؟ طبعا لمدة 5 سنوات المتابعة. نعم. لازم تكون بشكل دوري لمدة 5 سنوات، ولازم الستات ما يهملوا موضوع المتابعة إطلاقا. عادة اللي بيصير انه بعد العمل الجراحي وبعد ما هي طبعا شفاها الله من الكانسر، عادة الستات بتقلك انا حاسة حالي تماما بشكل جيد، ما في داعي لاعمل متابعة. لكن هذا خطأ، منحاول انه دايما ننصح الستات نهائيا لمدة 5 سنوات لازم المتابعة تكون بشكل مستمر. نعم.
طبعا نعود ونركز أيضا على أهمية عدم إهمال أي عرض، ويعني فأذكر من الأعراض دكتور يعني كثير بننبسط نحن لما بنفقد الوزن، لكن فقدان الوزن غير المبرر ماذا يعني لك كطبيب متخصص في مجال الأورام؟ طبعا من أهم الأعراض اللي بتصير عند وجود أي ورم هو فقدان وزن غير مبرر. نعم، فقدان وزن غير مبرر طبعا نحن هون عم نحكي على 3-4-5 كيلو أو أكثر خلال فترة زمنية لا تتعدى الشهرين أو ثلاثة، بدون رياضة، بدون حمية غذائية، بدون أي تماما بدون رياضة، بدون أي تغيير بالنمط الغذائي للست. هذا طبعا بيخلينا نشك أنه الورم هو اللي عم يستهلك كل هالغذاء اللي عم تاخده الست، فلهذا السبب هذا من الأعراض اللي جدا مهمة طبعا. نعم، في بعض الدراسات يعني توصي باستخدام الأسبرين للوقاية أو لتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأورام منها سرطان القولون دكتور، وأيضا سرطان المبيض، هل يعني يفيد هذا الاستخدام؟ طبعا الأسبرين يعني أثبت أنه هو دواء من أفضل أنواع الأدوية اللي اخترعها الإنسان إلى حد هذه اللحظة، في له دور كتير كبير بتخفيض فعلا عدد حالات الكانسرز بالعالم، لكن لحد هذه اللحظة لا يمكن وصفه بشكل وقائي طبعا، لأنه كل دواء حتى حبة البنادول في له سايد افكت أو آثار جانبية كثيرة، فلهذا السبب ما فينا نحن ننصح كل الناس أنه يأخذوها، لكن نترك الموضوع لقناعاتهم. نعم، طيب نأخذ هذا الاتصال الأخ أبو حمد. ألو، السلام عليكم. ألو. نعم، هلا، عليك السلام. أهلا دكتور بسام، كيف حالك؟ مرحبا، تفضل دكتور. اللي معك دكتور مهند. نعم، أهلا دكتور مهند. بس استفسارين، واحد، قضية انتكاسة المرضى بعد استخدامهم الكيماوي بعد فترة أو التدخل الجراحي، يرجع تحسن لفترة وبعدين انتكست الحالة، بعدين موضوع الخزعة، هل فعلا يعني ممكن تكون سبب في انتشار، إذا تم أخذ الخزعة ممكن تكون سبب في انتشار الورم، وشو الأمراض اللي هي يعني بالنسبة يعني قد تكون مسببة للسرطان بحيث المصاب يعني ياخذ حذرة، وهل هناك يعني تحاليل روتينية ممكن الشخص مثلا بعد 50 أو بعد 40 إذا كان مصاحب، هل هناك مثلا في ممكن تحاليل يعني بحيث إذا كان هناك تشخيص يعني مبكر؟ نعم تماما. بالنسبة للشق الأول، خلينا نقول السؤال الأول هو الانتكاسة. طبعا الانتكاسة هو أمر وارد جدا، ممكن يحصل بأي وقت. المشكلة هون ما فينا نضمن إطلاقا عدم حدوث هذه الانتكاسة لطبيعة المرض بحد ذاته، لطبيعة المرض. الشق الثاني من السؤال بعتقد السيد أبو حمد كان عم يسأل في الأمراض، وسأل عن موضوع الخزعة يعني مثل ما بنعرف في بعض الأحيان. نعم، وموضوع الأمراض التي قد تسبب يعني أو تساهم في الإصابة بحدوث أورام سرطانية، لنفترض مثل إذا كنا نتكلم التهابات الكبد الفيروسية على سبيل المثال، تشمع الكبد إذا أهملنا يؤدي إلى سرطان وغير ذلك. نعم تماما. بالنسبة للخزعة، طبعا الخزعة من البطن نحن هذا اللي حكينا فيه قبل شوي، لما بيكون في عنا كتلة بالبطن يفضل عدم المساس فيها وهي بالبطن، وإنما يجب إزالتها هي كلها بالكامل. عدم لمس الورم بخزعة، عم نحكي نحن هون عن أورام البطن حصرا، لكن الخزعة من الثدي ما في أي إطلاقا أي خطر أنه تنشر الورم على عكس الكتل اللي بالبطن. بالنسبة للأمراض اللي ممكن تزيد مخاطر حدوث الكانسر، طبعا نحن مثل ما تفضلت بنعرف تماما أنه الفيروسات مسؤولة بشكل مباشر عن الأورام، الفيروسات وبعض الجراثيم. نعم، نعرف نحن مثل الـ HPV، فيروس الـ HPV اللي هو بيسبب معظم حالات سرطان عنق الرحم، واللي هذا طبعا
هذا مثبت. نعم. في عنا عدة أنواع بنعرف أنه إلى علاقة طبعا. نعم. وأيضا كان يسأل الأخ أبو حمد أيضا إذا هناك تحاليل روتينية بعد 40 أو بعد 50 مثل ما بنعرف بالنسبة لسرطان البروستاتا في البي إس إيه وفي نعم. وفي بالنسبة يعني الثدي أيضا الماموغرام وغيرها، هل هناك تحاليل بعد 40 أو بعد 50 نعرف إذا في عنا لا سمح الله يعني سرطان؟ التنظير الهضمي السفلي هذا بينعمل بعد عمر 50 مرة واحدة كل 5 سنوات، بالإضافة يعني خلنا نقول تحليل دم مباشر لحتى نقدر نقول إنه هل في كانسرز ولا لا، هذا غير موجود حاليا. نعم. ما عدا البي اس اي اللي متوافق عليه إنه ممكن إنه يكون البي اس اي للبروستيت، وهو مؤشر وليس يعني دليل حازم ولكن مؤشر. صحيح. يعني طبعا أنا رح أضيف شوي بالنسبة للأخ أبو حمد، طبعا شكرا لاتصالك. وهناك يعني يجب أن يكون هناك وخصوصا في عمر 40 وأيضا في عمر 50 وأنا برأيي من حتى عمر 40 زيارة للطبيب أو للمستشفى فقط لإجراء فحص شامل لكافة الجسم بمعنى، وأيضا لأخذ قصة سريرية مفصلة بدون ما يكون عندنا مرض من الأمراض بأي حالة مرضية، فقط للاطمئنان وأيضا يعني للاطمئنان ووضع خطة مناسبة تغيير نمط الحياة، معرفة المخاطر وتجنب هذه المخاطر مثل ما ذكرت في دكتور مهند أيضا موضوع التنظير، يعني حتى التنظير إذا مريض لديه مشكلة ويطلب منه تنظير قد لا يقوم بإجراء التنظير، فما بالك بالتنظير الذي يجب أن يجرى فقط للإطمئنان وخصوصا إذا كنا نتكلم حتى على موضوع القولون والمستقيم اللي يعني صارت أيضا منتشرة أو شائعة. تماما طيب. كلام سليم. نصيحة أخيرة دكتور مهند قبل ما نختم. والله النصيحة هو أنه الحمد لله بالمجهود الرائع والطيب اللي أنتوا عم تعملوه الستات عم بيكونوا أوعى، إذا بنرجع نحن هون لسرطان المبيض الستات عم بيكونوا أوعى بكثير من قبل. الحالات الكانسر المبكر اللي صارت تكتشف خلنا نحكي على مستوى الإمارات صارت أفضل بكثير، الأرقام أفضل بكثير من أول، والله يعطيكم العافية ويشفي العالم كلياته. هذا اللهم أمين. آخر سؤال حتى نجاوب، هل العامل النفسي يساعد في علاج أورام السرطان وهل هناك دراسة تثبت ذلك؟ جدا 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 العامل النفسي هذا من أهم العوامل. الدراسة اللي أجريت على هذا الأمر كانت عرضت علينا بمؤتمر الأطباء الأورام بفيينا، كانت من حوالي شهر ونص تقريبا، أثبتت بالدليل القاطع أنه العامل النفسي بيلعب دور ضخم جدا هائل جدا بتقدم المرض وتراجعه. وأيضا نذكر بأهمية مجموعات الدعم، هي موجودة يعني للأسف في المجتمع الغربي عندنا ما كثير شائعة منتشرة، هي مجموعات الدعم، دعم المرضى اللي طبعا عادة ودائما نقول إنه المريض دائما المريض بحاجة إلى من يبث يعني ويساعد ومن يدعمه أيضا من ناحية النفسية والمعنوية. مع اتصال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام، هلا مرحبا. كيف الحال؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. عندي سؤال للدكتور بخصوص العمليات اللي يجريها بعض النساء على أساس مثل وقاية من حدوث فقرات في منطقة الثدي والرحم، فحين يعني أكثر شيء تسمع منتشر أنه بعد 50 تجي المرأة لاستئصال الثدي والرحم وذلك تفاديا لحدوث أي نوع من أنواع طبعا طبعا المستقبل، هل الكلام صحيح؟ نعم. من الفايده ولا العكس؟ نعم. شكرا لاتصالك دكتور مهند، تفضل. اي بس لو توضح لي السؤال هناك حالي. مثل ما ذكرت منذ قليل حضرتك بانه هل العمليات الوقائيه التي تجرى للوقايه استئصال الثدي والرحم للوقايه بعد 50، هذا هو السؤال. تمام. لا هي طبعا غير مطلوبة، يعني غير مطلوب الاستئصال الوقائي. أي عمل جراحي ما له داعي إطلاقا نحن ما منكون معه، وإنما نحن عم نحكي عن حالة خاصة تحديدا الستات اللي بيكون عندهم طفرة جينية طفرة وراثية، هذا اللي بيزيد المخاطر أنه يكون عندهم كانسر بالثدي والمبيض. حصرا هذه المجموعة من المرضى أو خلنا نقول من الأشخاص هن اللي بننصحهم يعملوا الاستئصال الوقائي. نعم.
كل الشكر للدكتور مهند دياب استشاري الأورام في مستشفى NMC في أبو ظبي. دكتور مهند شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا لك. شكرا.